البروستات من بعد 40 سنة جميع الرجال تيكبر لهم البروستات وتيتزاد في الحجم، ومن تيتزاد في الحجم تيعطي أعراض، وهذه الأعراض في المرحلة الأولية تيستحملها الرجل، ولكن في مرحلة متقدمة تتولي أعراض لا تطاق وتؤثر على المريض ماشي غير في حياته العملية أو حياته اليومية، تؤثر كذلك على حياته العائلية. ما بقيش تيقدر يمشي يسافر، ما بقيش تيقدر يخرج يمشي للحفلات، ما بقي يخرج على برا، لأن تيكون عنده مشاكل ديال عملية التبول. أشنا هي هاد المشاكل؟ الإنسان تيولي تتجه ديك الرغبة الملحة للتبول. أشنا هي الرغبة الملحة للتبول؟ كتزير البولة وخصو بالجرة يمشي للمرحاض باش يبول، وإلا ما مشاش بالجرة وما وصلش للمرحاض يقدر البولة تفلت ليه في السروال، وإلى درجة أن بعض الرجال تيوليو يديروا ليكوش، تيديروا الفوطات الصحية. كذلك تتولي البولة عنده ضعيفة، تنقولوا البولة فاشلة، بحيث يكون مضطر باش يزحم باش تخرج البولة، والبولة كتخرج ضعيفة، وهذيك العملية تاع تيزحم كتخلق مضاعفات، وأهم مضاعفات هي الفتق. بعدين الرجال اللي تيكون عندهم الفتق تيكون السبب ديالو في أغلبية الأحيان هو البروستات. كذلك تولي الإنسان تيفيق بالليل، تيخصو يفيق 5 6 7 المرات حتى 4، خاطر تدي ليه الأرق بأنه ما تينعش في الليل، كل مرة خصو ينوضيبول، وملي تينوضيبول تيبول غير شوية. وهذا الفيق في الليل خصكم تصوروا أشنا هو واحد الإنسان اللي فايت 60 عام وما نعش في الليل، الصباح تيصبح عيان، تيصبح مدقدق، تيصبح تعبان، هذه كلها هي مشاكل، وهذه المشاكل هي الظاهرية. كذلك الإنسان ما بقيش تيقدر يفرغ البولة، بحيث أنه تيمشي تيبول ومن بعد 5 دقائق تيخصو يعاود يرجع البول، لأنه ما تيفرغش البولة مزيان. وهذه العملية تاع اللي ما تيفرغش البولة لأن كتبقى واحد الكمية في البولة، وهذيك الكميه كتبقى كتزاد مع المده، كتوصل وكتطلع عبر الاحليل تتوصل للكليتين اللي باسين، وملي كتوصل للكليتين تخنقهم وتؤدي الى قصور الكلوي، اذا تضخم البروستات يقدر يؤدي الى الدياليز.